الآن نتحول إلى هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء أو رئيس الحكومة الفلسطينية ووزير الخارجية الإسبانية. الشعب الفلسطيني ذي الحق في دولة فلسطينية مثل الدولة الإسرائيلية، ولديهما الحق في التعايش في كنف الاستقرار والسلام. الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو من باب العدالة، وهو الضمان الأفضل لسلام لأمن إسرائيل، وهو ضروري للوصول الى الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. ستكون لدينا اجتماعات متعددة مع شركاء اوروبيين وعرب للعمل مع بعضنا البعض لوضع اسس مسار السلام، واسبانيا ستواصل العمل من اجل السلام والامن والتنمية والرفاه في البحر المتوسط والشرق المتوسط. وعزيزي محمد، بامكانك ان تعول مساندة إسبانيا للسلطة الفلسطينية مثلما أكدت على ذلك. أنت شريكنا الفلسطيني من أجل السلام ولتحقيق كل الأهداف التي نتطلع إليها، ونحن ننتظرك يوم الأربعاء القادم في إسبانيا كممثل شرعي للدولة الفلسطينية التي اعترفت بها إسبانيا، والتي سنؤكد هذا الاعتراف والمعاملة بالمثل يوم الثلاثاء القادم. I would like to welcome my friend, the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Palestine, dear Mohamed Mustafa, to the Spanish representation. مساء الخير، أرحب بي زميلي رئيس وزراء ووزير خارجية الدولة الفلسطينية، وقد تحدثنا في العديد من المناسبات عبر التليفون عبر الهاتف، أخيرا كان يوم الأربعاء الماضي، وقد حضر الاجتماعات كذلك وزراء الوفد الفلسطيني، وسنواصل هذه الاجتماعات مباشرة بعد هذا المؤتمر الصحفي للحديث بخصوص الوضع فلسطين في غزة وكذلك بالضفة الغربية، وكذلك سنتحدث عن الجهد التي تبذلها إسبانيا منذ عدة أشهر من أجل السلام في المنطقة. إسبانيا كانت واضحة في التنديد بهجمة حماس في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، وكذلك طلبت بالإطلاق المشروط للمحتجزين، وإسبانيا كانت واضحة في المطالبة بوقف فوري وعاجل إطلاق النار وإدخال كل المساعدات اللازمة إلى داخل غزة، ولا أحد سيخيفنا ويؤثر علينا. ونواصل كذلك المطالبة بوقف إطلاق النار. لا يمكن أن نواصل التفرج على تنامي عدد الضحايا الفلسطينيين، أكثر من 35,000 قتيل، آلاف العائلات والأطفال خسروا كل شيء. حان الوقت لوقف إطلاق النار لتفادي كارثة إنسانية أخرى ستكون تداعياتها أكبر في رفح، والإجراءات المؤقتة أو التدابير المؤقتة من قبل محكمة العدل الدولية يجب أن يتم تطبيقها لوقف المعاناة. وتحدثنا كذلك بخصوص المساندة لمنظمة الأونروا، وإسبانيا ليس فقط امتنعت عن التوقف عن مساعدة أونروا وخدماتها الأساسية والحيوية في غزة لخدمات الأساسية لأكثر من 6 مليون لاجئ في منطقة الشرق الأوسط، بل ضعفنا هذه المساعدة، وفي هذه السنة قدمنا قرابة 24 مليون يورو، وقد عمل على منوالنا العديد منذ الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك، ومنذ شهر نوفمبر ضاعفنا 3 مرات المساعدة إلى 50 مليون يورو في سنة 2023. تحدثنا كذلك بخصوص الضفة الغربية والدور المهم الذي تلعبه الدولة السلطة الفلسطينية وإسبانيا في نطاق
إحقاق جهود السلم والاستقرار دعت إلى إقامة مؤتمر السلام من أجل حل الدولتين، وتلقينا أكثر من موافقة أكثر من 90 دولة. إسبانيا ستعترف يوم الثلاثاء القادم 28 من مايو، ستقر الاعتراف بدولة فلسطين، وبذلك تنضم إلى 135 دولة قررت ذلك، ومع شركائنا في أوروبا مثل النرويج وإيرلندا. نؤمن بأن الطريق الوحيد من أجل مستقبل آمن ومستقر هو إقامة حل الدولتين. الشعب الفلسطيني لديه الحق في أن يكون لديه دولة مثل إسرائيل، وتتعايش الدولتان في كنف الأمن والسلام وحسن الجوار. الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو إقامة العدالة للشعب الفلسطيني، وهو الضمان الأفضل لأمن إسرائيل، وهو كذلك ضروري للوصول إلى سلام في المنطقة. واليوم سيكون لدي العديد من الاجتماعات المهمة مع شركائنا الأوروبيين والعرب من أجل مواصلة العمل مع بعضنا البعض لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الدولتين. وإسبانيا ستواصل العمل من أجل السلم والاستقرار والأمن والرفاه في الشرق الأوسط والبحر المتوسط. عزيزي محمد، أنت تعلم بأنه بإمكانك التعويل على مساندة إسبانيا للسلطة الفلسطينية. أنت شريكنا من أجل السلام لتحقيق هذه الأهداف التي نتطلع عليها، وستكون الممثل الشرعي لدولة فلسطين التي تعترف بها وستؤكد هذا الاعتراف يوم 28 من مايو، وسنعاملك بالمثل. شكرا. الإنسانية ونيابة عن رئيس فلسطين السيد محمود عباس والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، نرحب بالخطوات التي اتخذت المملكة الإسبانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبهذه الخطوة المهمة، إسبانيا مرة أخرى أكدت التزامها الذي لا يتوانى بالعدالة من أجل الشعب الفلسطيني. كذلك نرحب بالبيان الذي أطلقه رئيس الحكومة الإسبانية، والذي يؤكد على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي كلف الحرية والأمن، مؤكدين بأن هذا هو الطريق الوحيد لإقامة العدالة والسلام في المنطقة. إضافة إلى ذلك، الاعتراف الإسباني يتسق مع القانون الدولي وكل القرارات الأممية لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار الذي تبنته الجمعية العامة بالأغلبية، ليؤكد بأن فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الاعتراف الإسباني إضافة إلى 146 دولة يتوقون إلى السلام والاستقرار في منطقنا سيكون أساسا لمسار لا يمكن عكسه من أجل تحقيق ودعم دولة فلسطينية. وبنفس الطريقة نحن نثق بأن عدد الدول الأوروبية سيتضاعف من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المستقبل القريب. الحكومة الفلسطينية مرة أخرى تدعو كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للانضمام لهذه المبادرة واتخاذ القرار في أقرب وقت كخطوة
من أجل وقف المظلمة المسلطة على الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود. نحن نرى هذا الاعتراف كمسؤولية على عاتقنا للعمل مع بعضنا بعض لتحويل هذا الاعتراف السياسي وترسيمه على أرض الواقع، وسنعمل لمساندة شعبنا في غزة ولإدماجه تحت السلطة الفلسطينية، والعمل على إقامة إصلاحات لمؤسساتنا وكذلك لتقديم الخدمات التي يستحقها شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية من أجل الحرية والاستقلال، ونعول على إسبانيا هذا البلد الصديق أن يساندنا في هذا في هذه الرحلة. شكرا جزيلا لإسبانيا، شكرا لمعالي الوزير، ونتطلع للعمل معكم في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة لتحقيق أهدافنا المشتركة من أجل السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط. نفتح المجال للأسئلة. مساء الخير. سؤالي لرئيس الوزراء، رحبتم بمبادرة إسبانيا والنرويج وإيرلندا، هل تعتبرون ذلك كافيا أم أنكم تطلعون لانضمام دول أخرى للاعتراف بدول فلسطين؟ وبالنسبة لوزير الخارجية الإسباني، هل تعتبر أن ما يحصل في قطاع غزة إبادة جماعية؟ وما هي تداعيات الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ هل ستكون هذا الاعتراف على أساس حدود 67؟ سأخذ السؤال الأول. نحن بطبيعة الحال ممتنون ونسعد بانضمام ثلاثة دول ل 140 دولة تعترف بعد بفلسطين، ونريد أن تنضم كل دول أوروبا إلى الاعتراف. وأعتقد أن إسبانيا هي مصدر إلهام لاتخاذ هذه الخطوات الشجاعة. أفهم بأن بعض الدول لا تزال تتردد، ليس لأنها تعتقد بأن فلسطين تستحق أن تكون لديها دولة، ولكن يريدون أن يكون ذلك ختاما لمسار السلام. وقلنا لهم بكل صراحة أنه من المهم جدا أن نبقي على مسار السلام على قيد الحياة، وأن نبقي على هذا المسار. الاعتراف حان وقته، ذلك لا يعني نهاية المسار، بل هو بداية مرحلة جديدة، وسنعمل بكل مسؤولية كدولة معترف بها من قبل أغلبية الدول من أجل تحقيق السلام بيننا وبين جيراننا. هذا يفترض أن يكون سببا من أجل الاعتراف بالدولة بدل التردد في الاعتراف، وأن نتوقف عن الوعود التي بقينا ننتظرها منذ 30 سنة. حان الوقت أن نجسد ذلك على أرض الواقع، والاعتراف بالدولة الفلسطينية والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة هي أفضل طريقة للإبقاء على قيد الحياة لمسار السلام ومن أجل الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. فيما يخص السؤال الأول، هنالك دعوة من قبل جنوب أفريقيا للتحقيق في الإبادة الجماعية، وقد تحدثت في العديد من المناسبات
بهذا الخصوص، وهذه المبادرة الجنوب أفريقية سعت إلى إقامة هذه الدعوة، وكذلك وزارة الخارجية عبرت عن موقف الحكومة الإسبانية بهذا الخصوص وعما يحصل في محكمة العدل الدولية، ومن قبل اقتناعي الشخصي نحن نساند كل المؤسسات والمنظمات الأممية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمحكمة العدل الدولية. نتحدث عن هيئة من ضمن خارطة سان فرانسيسكو في الأمم المتحدة، والقرارات التي تتخذها المحكمة العدل الدولية نساندها بالكامل. وأريد أن أذكر، وقد قلت ذلك في مقدمتي، بأن القرارات المحكمة العدل الدولية هي إلزامية، وهذه التدابير المؤقتة تلزم إسرائيل بأن تنسحب إجباريا وتوقف عملياتها العسكرية في رفح، ونحن إلى جانب الشرعية الدولية. مع ذلك دعونا نترك محكمة العدل الدولية تواصل عملها لإقرار الإبادة الجماعية من عدمها، ونحن نكرر الدعوة لوقف إطلاق نار عاجل وفوري، وذلك لتجنب توسع هذا النزاع. وقد أوقفنا تصاريح التصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ شهرين، لأن الشرق الأوسط لا يستحق المزيد من الأسلحة بل يستحق السلم. فيما يخص الحدود، وأنتم تفاجئوني بمثل هذه الأسئلة، أريد أن أوضح مرة أخرى للاعتراف بدولة لا تحتاج إلى الاعتراف بحدود. العديد من الدول التي تعرف بإسبانيا ويعترف بها المجتمع الدولي لديها نزاعات بخصوص حدود أراضيها، وليس لديها حدود محددة نهائيا، وقد عبرت عن ذلك في العديد من المناسبات وعن قناعتنا. ونحن نؤمن نعتقد بأن بمجرد العودة إلى غزة، وأؤكد أن إطلاق النار هذا يجب أن يتوقف فورا، فإن حكم غزة والضفة الغربية سيكون تحت حكم السلطة الفلسطينية لإعادة بناء غزة. يجب أن يكون هنالك تواصل بين مختلف حدود المناطق الفلسطينية، وأن تكون هنالك عاصمة وهي القدس الشرقية. هنالك إجماع من قبل الدول الأوروبية منذ عدة سنوات بخصوص الاتفاق على حدود 1967، ولكن أؤكد العديد من الدول حدودها ليست محددة. وقد كنت في منتدى مع السيد ميغال أنخيل موروتي، وهو خبير قانوني، وكان يقول بأن في دستور إسرائيل لا يوجد تعريف لدولة إسرائيل.